دكتور، إذا ما كان الأمر كذلك فإذا العراق تحتاج إلى يعني إرادة سياسية، ليست فقط آلية لمكافحة الفساد، وإنما تحتاج إلى إرادة وإلى تنسيق وتضافر بين الجهود. هل بدأتم في هذا بالفعل، أو هل هناك توجه للدفع بما يتعلق بالإرادة السياسية، وأن تبدأ العراق بالفعل في تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد؟ هناك إرادة، هناك اليوم حكومة السيد السوداني محمد الشاع السوداني يطرح استراتيجية أيضا لمواجهة الفساد المالي، وأيضا سيعتمد على مجموعة من الشركات الأجنبية الدولية القانونية في المحاسبة لكشف حسابات البنوك. يجب الذهاب إلى إجراءات عملية، بمعنى عبر هذه الشركات كشف حسابات البنوك، كشف حركة الدولار، التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي تمتلك القدرة على متابعة صرف الدولار وحركة الدولار، ملايين الدولار سواء داخل العراق أو على الصعيد الإقليمي، أو عندما تنتقل هذه المبالغ للمصارف الإقليمية أو لشراء شركات أو لشراء مؤسسات في خارج العراق أو غيرها من التفاصيل. إذن يجب التعاون. يعني قبل أيام قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على 14 مصرف من المصارف الأهلية في بغداد اللي عليها شبهات فساد مالي. إذن يجب أن تكون هناك إجراءات يتعاون من خلالها العراق مع الولايات المتحدة الأوروبية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لديه تجربة أيضا واسعة في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وخاصة الفساد وتهريب الأموال العابرة للقارات كما يحدث بكل أسف في العراق. إذا نشكرك شكرا جزيلا الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا.